الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: أحب العلاء لثلاث رأيتهن فيه كلها تتعلق بالله. قال ركبته، قال رأيته ركب البحر بفرسه. أبو هريرة غزا البحرين، فلما وصل الجيش إلى الخليج المعروف الآن على فرسه قطع الخليج والناس ينظرون، فعرف أبو هريرة وكان من جند العلاء أن هذا ما كان ليتم لولا كرامة العلاء بن الحضرمي عند ربه. قال: ثم مضت الأيام فكنا في فلاه مع الجيش والقائد العلاء بن الحضرمي، فلم نجد ماء نتوضأ أو نشرب منه. قال: فاستسقى العلاء، يعني سأل ربه السقيا، سأل ربه الغيث. قال: فأمطرت السماء فشربنا وارتوينا وتوضأنا واغتسلنا وصلينا. ثم مضى الجيش، ثم أحد أفراد الجيش نسي متاعه في المكان الذي سقوا فيه، فلما رجع لم يجد سحابة ولا ماء ولا مطر، فعلموا أنما إنما سقوا بكرامة العلاء بن الحضرمي عند ربه. قال أبو هريرة بعدها بالثالثة: وكنا معه، أي مع العلاء، في أرض فلاه، لأن الجيش يمضي من دار من مكان إلى مكان، من موطن إلى موطن. قال: فمات العلاء ونحن بأرض قفر، ليس معنا ماء نغسله ولا نجد شيئا نحفر به الأرض لنواريه. قال: فأظلتنا سحابة وأمطرت فشربنا وارتوينا وغسلنا العلاء وأصبحت الأرض رخوة، فحفرنا له بأسيافنا قبره ثم واريناه فيه. فما زال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحب العلاء بن الحضرمي.